حادث جديد على قضبان السكك الحديدية، هذه المرة في مدينة الإسكندرية الساحلية. نحو 150 قتيلا ومصابا سقطوا إثر اصطدام قطارين ببعضهما في منطقة خرشد بالإسكندرية. المصابون تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج وإنقاذ من يمكن إنقاذه، أما الضحايا فتم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة. النيابة العامة فتحت تحقيقا عاجلا في هذه الحادثة وأمرت بالتحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين لفحصهما للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية عن هذا الحادث. أيضا الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات عاجلة، أهمها بالطبع تشكيل لجنة لفحص القطارين وكذلك فحص الإشارات الخاصة بالمحطات التي مر بها القطاران وكذلك فحص أبراج المراقبة لهذه المحطات لتحديد المسؤولية عن هذا الحادث. بالطبع هذا الحادث يعيد إلى الأذهان حوادث أخرى مشابهة وقعت في السنوات الأخيرة وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، ويفتح الباب أمام ملف تطوير هيئة السكك الحديدية، هذا المرفق الحيوي الذي يخدم نحو مليوني مواطن يوميا ويحتاج إلى مليارات الدولارات لتطويره، وهو المرفق الذي أنشئ قبل 150 عاماً.